السلام عليكم ورمضان كريم باش ما تمنيتي وان شاء الله. معكم سلمى بن سعيد منتجه التلفازه من هذه 21 عام. تتعرفوني من خلال دعوة ديكور البرنامج اللي كانت يدخل عندكم كل سيمانه كل اسبوع وتدخل البهجه على العائلات المغربيه والعائلات المغربيه كانوا تدخلوا علينا حتى حنا البهجه بليموسون اللي كانت تتشاف على الوجوه ديال الناس ولا على وجوه تاع الناس اللي تتبعونا من خلال الشاشه. اليوم المبادره ديال اليوم هي سبيسيال علاش؟ لان تتعود 21 ديال الانتاج 21 عام ديال الانتاج وديال البرامج التلفزيونيه اللي كانت ديما عندها واحد النقيطه ديال الباتريمون نقيطه تاع لي فالور اي لا كولتور ماروكان اي لا كولتور ماروكان واتاي مغربي على حقو طريقو ما بين لي فالور. يا سيدي بسم الله الله يحفظك الله يجازيك بخير تبارك الله عليك يا سيدي داكشي اللي خاصني ها انتم لي فالور ماروكان. الوغ لو بروجي ديالنا ماروك هو بروجي هو موفمون في الاول بدا بواحد لو فولي اللي هو عزيز علينا بزاف لو فولي ديال الارتيزانا ديال الحرف المغربيه اللي بدات مالوغوزمون بدات تتنقص وبدات تتمشي لان لا ترانسميسيون ما كايناش. وعلاش لا ترانسميسيون ما كايناش؟ لان خايفين بان هاد الحرف ما تجيبش ما تدخلش طرف الخبز على الوليدات لهاد الوليدات اللي خصهم يتعلموا من والديهم تيمشيو من هاد الدومين لان تيقول لك حنايا الصنعه واكله الدق دونك ما يمكنناش نبقاو فيها. دونك هذا اول فولي اللي هو مهم. درنا حنايا بوندون دي زاني اعوام هادي وحنا متبعين الصنع المغربي ودايرين الضو مسلطين الضو عليه ومسلطين الضو على التاريخ ديالو التاريخ ديال كل مهنه غير الصابره غير لو تيساج غير الزربيه غير لا بوتري الخدمه على الناسج الخدمه على الصباغه على لا بوتري وبزاف وخلي بيان سور على الصباغه وخلي على لي ميغوار وخلي على النقش على الزليج وعلى لو كويفر هادشي كله. هاد الاعوام بدات لا دوموند تتنقص بزاف. وعلاش تتنقص؟ لان في لي زابيتا ديالنا وفي لي بروموسيون ايموبيليير في البنايات ديالنا ما مدخلينوش كشرط واجبه خصها تدخل. دونك كان عندنا واحد لو ديفوار واحد لا ميسيون اللي شداتنا بوندون الكوفيد نكملوا على واحد السياق كنا مشينا عليه بوندون دي زاني في دغوا ديكور. دابا هاد لو فولي حنا عندنا مهم بغينا نعطيو للصانع واحد لوتي اللي هو مهم بين يديه هو الديجيتال بغينا نجيبوه هو لقبالت لقبالت التليفون الديجيتال باش هو يبيع البرودوي ديالو. غادي نديك واحد لا كارافان ان شاء الله اون فان داني ومن هذا المنبر تنقول الناس اللي بغاو يتبعونا في هذا لا كارافان يجيو ديالنا ماروك راه موجوده في الديجيتال www.dianamaroc.com وممكن لكم تدخلوا سوغ لينكدين ممكن لكم تدخلوا سوغ لي ريزو باش تشوفوا الناس اللي تشجعونا الناس اللي غادي ان شاء الله كيفون نوز اكومباني في هذا ليلون دو سوليداريتي مع الارتيزان. مغربنا اللي هو لو كونكور ديال لا فوتو علاش ومعامن مع لا جونيس ماروكان هاد لا جونيس ماروكان اللي هي اللي غادي تكون داك لا ترانسميسيون ان شاء الله ديال لي فالور ابارتيغ دو فوتو. دونك غادي نجيبو لي ستوديون ابخوندغ لي فوتو اي ا ميتر لارغومون ديغيغ لا فوتو. دونك اللي كان خدمه على لا تيير ولا هاد الجلسه هادي اللي هي انسيسترال ياخذوها في التصويره هذا مثال بين الموت والبزاف وغادي يديرو ديغيغ لارغومون اللي غادي توحي هاد التصويره اما فيفغ انسامبل ولا صنعه ولا تقاليد ولا كولتور ولا ايدنتيتي ولا اوفرتور سور لو موند. كاين بزاف ديال لي زاسبي ديغيغ شاك فوتو اللي غادي يكونوا وان شاء الله ان فان سبتمبر يكونوا عندنا لي فيناليست و بلوس كو سا اون فا كريي لو ديبا لان التصويره غادي تجيبنا لو ديبا غادي نجمعوا بين لي ليدر دوبينيون لي شيرشور لي جورناليست لي انسينيون مع لا جونيس ماروكان. دونك اون فا ديباتر دو سوجي اللي هما غادي يفون كريي انكور ان اوتر ديبا باش نديرو لا جونيس ماروكان في وسط هاد لو ديبا لان منهم غادي تكون لا ترانسميسيون ان شاء الله بور لي جينيراسيون افونيغ. ان شاء الله لو دوكيومونتيغ اوسي ديالنا ماروك aussi il faut pas oublier qu'il y a une musique générique pour l'hymne national ديالنا
ديال ديالنا ليم اللي كلشي غادي يغنيه ان شاء الله، لان لي بارول ديالو حاجه زويونه بزاف. اي دونك بزاف بزاف ان شاء الله هاد لي بروجي كلهم غادي تشوفوهم معنا سوغ لو ديجيتال، سوغ لي باج انستغرام فيسبوك اي يوتيوب. غادي تدخلوا على ديالنا ماروك.com، هذا هو لو سيت انترنيت ديال ديالنا ماروك، وغادي تدخلوا على الانستغرام ديال ديالنا ماروك تلكو ديالنا ماروك، فيسبوك اوسي، اي سوغ لينكدين بور لي بروفيسيونيل. Merci beaucoup.